شكرا سيد الرئيس. طبعا السيد الرئيس يعني تصرف خسيس ودنيء لهذا العضو الذي يعف اللسان عن ذكر اسمه. وأنا أقول حق أخوي حمد مطر، كرامتك من كرامتنا وإهانتك من إهانتنا، لكن أنا رسالتي للطرف أو الأطراف اللي وراه اللي تموله واللي تحركه واللي تحميه، أقول لهم أنتوا أكثر خسة وأكثر دناءة منه. هذا العضو عبارة عن ورمة خبيثة سرطانية، الهدف منها ضرب الوحدة الوطنية وزرع الفتنة ووجود مبررات لحل مجلس الأمة. شكرا. شكرا للأخ عبد الرحمن العنجري.